السلام عليكم سيداتي وسادتي، والآن فيديو جديد مع وصفة أخرى إن شاء الله. اليوم غادي نحضر لكم الرز بالدجاج على طريقة وصفة هندية مسالة. غنحتاجو 60 غرام طوماط، كتشوفوا معنا كنديرو 60 غرام ديال دي طوماط، غادي نزيدو لا صوص طوماط 100 غرام، عندنا 100 غرام دو لي دو كوكو كيف كتشوفوا معنا، là on fait suivant et après il demande qu'on insère les paniers cuissants, c'est celui-là. Après on fait le poulet mariné. اليوم غادي نديرو وصفة جديدة إن شاء الله معكم، غادي نديرو الرز مسالة، الرز والدجاج مسالة كي كتعرفو. غنحتاجو هنايا 5 ديال لي كويير غرام مسالة، أنا كنستعمل هاد النوع، أبخي ممكن تستعملو أي نوع عندكم. غادي نوضعو 5 كويير في الترموميكس ديالنا، إي أون فيغا لا سويت أبخي. كيف كتشوفو معنا غادي نزيدو أون كويير أ كافي أوسي ديال ديال البيمون، شويه ديال الملحه، شويه ديال البوافرون aussi. après 25 غرام ويل دو بيبان دو ريزان. انا هنا ما عنديش لو بيبان دو ريزان، كنستعمل ويل دو نوازيت، حتى هذه كتجي زوينه كتجي رائعه في المساله ديالنا. غادي مثلا غادي نترونسفازي تو لا صوص دون اون بول، نرجع لكم بعد قليل. كيف كتشوفوا معنا عندي هنايا الصدر ديال الدجاج قطعته قطع صغيره، غادي نزيدو له لا صوص اللي صوبناها في الترموميكس ديالنا بور بريباري لا صوص ديال لا ماريناج ديالنا. كتشوفوا بعد ما وضعنا لا صوص ديالنا on va mélanger le blanc poulet ديالنا، غنخليوه يرتاح المده ديال 20 دقيقه، ابخي غنرجعو نكملو معكم الوصفه ديالنا. بعد ما خلينا الدجاج ديالنا يرتاح، عندنا 150 غرام ديال لي زونيون كوبي اون دو، كما كنوضعو المسلة ديالنا غنحتاجو 15 غرام ديال جونجومبر فخي، اون فا ميلونجي تو مدة 5 سكوند. كتشوفو بعد ما طحناه يدوموندي انه خصو يطيبها على درجه الحراره 120 درجه مده ديال 4 دقائق ونص. كتشوفوا معنا هنايا، نعودو بعد الفاصل. نديرو الدجاج ديالنا في الكوفيت وكنسدو كل شيء. مده 15 دقيقه. ما عنديش كيجي على هذا الشكل هذا. حاول راح